وخليني أبدأ مع حضرتك دكتور محمد العمري المحلل السياسي السعودي حول ما يجري الآن في الكواليس. هل نحن بالفعل أمام مصالحة خليجية تلوح في الأفق؟ أهلا وسهلا بكم. الحقيقة أصل الخلاف هو التدخل في السيادة، يعني كما أفهم هو يفهم الكثير. والخلاف الأصل اختلق من طرف التحالف أو كما يسمى الرباعية أو الدول الأربع، لذلك هي تتألم الآن كثيرا. ومع انهزام الحليف ترامب وخشية الدول الأربع الحقيقة من عواقب الاستمرار في مثل هذه التجاوزات، دفعوا هم ترامب الحقيقة للتوسط قبل أن يأتي بايدن ويفرض هذا الصلح أو هذه التسوية. ليس الصلح أصلا، لا يوجد أصلا خلاف، هو خلاف من طرف واحد وحصار طرف واحد. وشاهدنا يعني خلال 3 سنوات و6 أشهر تفاصيل هذا الأمر بكل الدقائق، يعني هذه الأمور. فلذلك أنا أعتقد أنه هذا الخيار مفروض من واشنطن لتصفية الأمور وحتى تصفر الأزمة الخليجية كما أصطلح عليها، ويستلم الملك بايدن دون أن يضغط على السعوديين أو يفرض عليهم أي حلول. لكن إذا كان الأمر كما يقول الدكتور محمد العمري أستاذ صالح، لماذا يتم التعجيل بهذا الملف قبل أن يغادر ترامب البيت الأبيض؟ على الاستضافة وشكرا لتواجدكم، يعني تواجدي مع الدكتور محمد. أنا سعيد بتواجدي معه. لماذا؟ لأنه بعد الفشل الذريع الذي حدث في الانتخابات الأمريكية، خصوصا فيما يتعلق بالداعم الكبير للرباعي العربي، سواء كان منذ بداية الأزمة والتي دفعت، طبعا هي من 2014، لكن بشكل عام بدأت في 2017 عندما عقد اجتماع في الرياض القمة العربية والإسلامية والخليجية، وصدر بعد ذلك بعد أن عاد الجميع إلى كل إلى بلده القرار الذي تم اتخاذه، وهو فرض الحصار الجائر على دول قطر برا وجوا وبحرا. وبالتالي فالآن يعني أعتقد المنطقة أو الرباعي العربي يريد أن يقدم للرئيس الراحل من البيت الأبيض هدية، كأنه هو يعني كان الوصي على هذه المنطقة. لكن أنا قاعد أقول أيضا كما كنت أقول قبل قليل على إحدى القنوات، إنه حالات الثوب رجعتها منه في حالات الثوب رجعتها منه في هي الكويت التي سعت من خلال صاحب السمو الراحل الأمير دولة الكويت الشيخ صباح، أو استمرارا بالشيخ نواف الآن وجهوده. يعني لاحظنا وهي كانت مقبولة سواء كان عندنا كقطريين أو عند الأخوان السعوديين أو الإماراتيين أو البحرين أو المصريين، لكن مع الأسف أنهم ظلوا يعني يكابرون على أنه الشروط 13 والشروط 6 الآن فقية شرط واحد لدى هؤلاء، بأنه والله يا أخي كفوا الجزيرة عن أو عن تناول شؤوننا. أنا أعتقد يعني هذه المنطقة خسرت بهذا التصرف الذي قام فيه هؤلاء تجاه دولة قطر وتجاه منظومة مجلس التعاون، وليس فقط قطر جزء من منظومة مجلس التعاون. وهل ستستجيب قطر لهذا المطلب فيما يتعلق بالجزيرة تحديدا؟ والله أنا أشك أيضا في ذلك، لكن قد تخفف يعني قضية التناول هو في شكل يومي متناول. يعني الآن أعلنت الجزيرة عن أنه سيكون هناك لقاء مع سعد الجبري، يعني ماذا سيفعل؟ يعني فلذلك يعني أنا أعتقد الإملاءات والشروط والاتفاقات التي طالبوا أن قطر ولا زالوا يكررونها يعني في إعلامهم، أنه على قطر أن تطبق الشروط 13 وأن تطبق 6 وأن تطبق وأن ولا شرط واحد من هذه الشروط تم قبولها. لأن لا يمكن هذا التدخل في السيادة